أراد الله عز وجل أن يجعل الحياة الزوجية مبتنية على أساس المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف ولو رجعنا إلى آيات القرآن الكريم سنجد أنه في إحصاء سريع في أربعة عشر مرة في القرآن الكريم هناك حديث عن المعاشرة بالمعروف بين الزوجين باشتقاقات هذه الكلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه المعاشره بالمعروف هنا تعني ان تكون المعاشره قائمه على على اساس انساني وان يتم ذلك باسلوب لائق وان يتم ذلك من خلال ما بينه الشرع الشريف في طبيعه ما يحكم هذه العلاقه الزوجيه وبالتالي نستطيع ان نلخص هذه الصوره في نقطتين من خلالهما تتحقق هذه العلاقه وان تكون هذه المعاشره تحت اطار المعاشره بالمعروف النقطه الاولى مراعاه منظومه الحقوق والواجبات بين الطرفين هنا لاحظوا انا لا اتحدث عن الحد الادنى لما هو حق وواجب متبادل بين الطرفين وهو ما عاده يذكر في المسائل الشرعيه في الكتب الفقهيه عاده يكون الحديث عن الحد الادنى من الحقوق والواجبات بين الطرفين مثلا يقال لو جاء الزوج بثوب لزوجته في الشتاء وثوب في النهار فقد ادى ما عليه في هذا الاطار مثلا والزوجه من حقها كلما ارضعت الطفل ان تطالب الزوج بمبلغ مالي في مقابل هذا الارضاع ويجب عليه ان يعطيها هذا المبلغ مقابل هذا الارضاع هذا الحد الادنى الحياه الزوجيه لو قامت على هذا الحد الادنى فهي قمه النكد الزوجي هذه ليست معاشره بالمعروف اذا ابتنيت العلاقه الزوجيه على هذا الاساس على الحد الادنى هذا قمه النكد الزوجي وبالتالي عندما نحن نتحدث عن المعاشره بالمعروف لا بمعنى ان ناتي الى الحد الادنى واقول انا اديت اللي عليه والطرف الثاني يقول انا ايضا اديت اللي عليه وانتهت المساله لا مراعاه الحقوق والواجبات من خلال مراعاه الوضع المادي للزوج ومن خلال مراعاه العرف العام ايضا ان ضمن هذا العرف العام ضمن المستوى المتعارف كيف كيف يحقق الزوج المطلوب منه تجاه زوجته في حقوقها وبالعكس ثانيا أن يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين. يعني لو السو... الزوجة تسيء إلى زوجها بالكلام لو كانت سليطة اللسان لو كانت تعيب عليه فقره، لو كانت تعيب أهله، لو كانت لا تحترمه بالتعبيرات وبالألقاب وغير ذلك التي تطلقها في أثناء حديثها معها معه أو تصرفها معه حين ذاك نقول هنا ليست معاشره بالمعروف وايضا الزوج لو اساء اليها بان يعيب عليها مثلا مظهرها الخارجي شكلها مثلا ان يعيب عليها اسلوبها في الكلام، يعيب عليها مثلا مستواها التعليمي او غير ذلك ايضا هنا لا توجد معاشره ومعامله بالمعروف وبالتالي من خلال مراعاه الحقوق ومن خلال تبادل الاحترام بين الطرفين نقول هناك معاشره بالمعروف قد تحددت. اما مسأله وجود قوامه للرجل قوامه للزوج على زوجته فهذه ليست بمعنى ان نقول ان الرجل ان الذكر ان الزوج افضل قيمه من الانثى من المراه من الزوجه مساله القوامه لا تعني ان الزوج من حقه ان يسيء ان يهين ان يذل زوجته ليس بهذا المعنى الله سبحانه وتعالى عندما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا اراد ان يقول هناك مساله تنظيميه هناك اسره هناك نواه اجتماعيه تم ايجادها هذه النواه الاجتماعيه تحتاج الى اداره وهذه الاداره انا شخصت انا وضعت انا بينت لكم ان الاداره تكون بيد الرجل لوجود عوامل معينه وبالتالي هذه الاداره ايضا يجب ان تكون محكومه بالمعاشره بالمعروف لا يجب ان تخرج عن هذا الاطار والا فان معنى القوامه سيكون مختلا هنا وبالتالي نقول القوامه تكليف لا تشريف عندما نقول الرجال قوامون هذا ليس بتشريف ليس رفعا للقيمه الذاتيه وإنما هو تكليف وعندما كلف الله الزوج بمجموعة من الأمور في المقابل أعطاه بعض الصلاحيات من بين هذه الصلاحيات في إطار العلاقة الزوجية مسألة الطلاق طبعا الزوجة كما هو معروف من حقها أيضا أن تشاركه في هذا الأمر يعني لو اشترطت في عقد الزواج ان تكون وكيله ان تكون وكيله عن الزوج في طلاق نفسها وقبل هو وابتني العقد على هذا الاساس كما هو يطلق هي ايضا تستطيع ان تطلق وكاله عنه فهي شاركته في هذا العنوان لكن لا بالاصاله بل بالاشتراك بالاصاله الطلاق اعطي هذا الامر في مقابل تكليف الزوج باداره بيت الزوجيه. اذا خلاصه الكلام ان القوامه لا تتنافى مع المعاشره بالمعروف. يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال الرجال قوامون لم يعطي للزوج صلاحيه بان يهين ويسيء ويضرب ويعتدي ويذل ويتعامل بكل صور تكون مخالفه لصوره المعاشره بالمعروف، هذا الكلام غير سليم، ولو اصر الزوج على المعاشره بغير المعروف واساء استغلال هذه الصلاحيات التي اعطيت له بحكم الشرع فمن حق الزوجه يمكنها ان تردعه. ومن صور الردع ما سنتحدث عنه ان شاء الله في الخطبه الثانيه تحت عنوان طلاق الضرر ابين ان شاء الله في الخطبه الثانيه الاحكام الشرعيه المتعلقه بطلاق الضرر لان هناك الكثير من المفاهيم المغلوطه المرتبطه بهذا الامر والتصرفات ايضا الخاطئه التي ترتكبها بعض الزوجات وما يتاثر وما يؤثر بعد ذلك على طبيعه العلاقه بين الطرفين ان الله عز وجل لا يرضى بالظلم فكيف لو كان منشا الظلم هو سوء الاستغلال للصلاحيات المعطاه من قبل الله عز وجل ولذا قال تعالى بعد بيان بعض الاحكام المرتبطة بالعلاقة الزوجية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وقال عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا لا تتلاعبوا بهذه الاحكام بهذه التوصيات ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم هذه التشريعات تمثل نعم تمثل الخير بالنسبه للانسان وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وقال عز اسمه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه كل هذه الايات جاءت في اطار ذكر المسائل الشرعيه والتوصيات الخاصه بتنظيم العلاقه الزوجيه للحديث تتم ان شاء الله في الخطبه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر